متتبعي قناة فاسباريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسا سيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف سي عزيز مومن، منسق حزب الحركة الشعبية في عمالة مقاطعة بلمسيك بمدينة الدار البيضاء. المناسبة هو الجدل الذي يعرفه حزب الحركة الشعبية على مستوى الدار البيضاء، خاصة بعد الاتهامات موجهة إلى سي الحسينية، يعني رغم مرور أسابيع على الاتهامات موجهة للسي الحسينية بتهريب الأموال بكذا وكذا، فيعني ما صدرش بلاغ، ما صدرش شي توضيح حول هذه القضية هذه سواء من طرف جميع المتدخلين. وأيضا سنناقش مع السي عزيز مومن التحالف الذي يسير مدينة الدار البيضاء، واش التحالف قدر يحل المشاكل تاع الدار البيضاء ولا أنه داخل في صراعات ما بيناتهم. سي عزيز مرحبا بك. مرحبا أخ بوستا على الاستضافة. سي عزيز مومن، قبل أسابيع تفجرت واحد القضية في عمالة مقاطعة ساعين سبع، رغم أنك أنت يعني منسق حزب الحركة الشعبية في بلمسيك، ولكن داخل بيت حزب الحركة الشعبية تفجرت واحد القضية تتعلق باتهام تاع رئيس مقاطعة ساعين سبع، يعني بتهريب الأموال بكذا بكذا. لحد الساعة باقي الملف مسكوت عليه، شكون اللي عنده الحق؟ واش هذاك الشيء اللي اتهم رئيس المقاطعة، ورئيس المقاطعة بريء من هذه الاتهامات؟ أش وقع في هذا الملف هذا؟ أولا الأخ بوستا، الحمد لله البيت الحركي بمدينه الدار البيضاء بخير، ما عندناش شي. وكان واحد توصلت الامانه العامه بواحد استقاله من عند السيد هشام جبري الكاتب الاقليمي لعمله مقاطعه عين السبع، وهذيك الاستقاله فيها بعد الاتهامات لا اساس من الصحه، نقول لحد الساعه لا اساس من الصحه، لانني هذه البلاد راه فيها عماله، فيها سلطات محليه، فيها قضاء، فيها هذا سي هشام جبري اول حاجه منسق، وثانيا مناضل ديال الحزب الحركه الشعبيه، والسي حسينيه رئيس ديال المقاطعه، وهذا الشيء ديال اتهامات تهريب الاموال، وهذا راه كاينه دوله وكاينه هذاك، وقال الدين على قضيه الاتهامات. انا هذا الاسبوع راه كاينه اتهامات جميع السياسيين ديال الدار البيضاء بما فيهم سي بريجا سي الناصيري، ولكن لا اساس من الصحه. انا البارح تنقرب انه سي الناصيري معتقل، وانا بالعين المجرده تلاقيت معاه. سي بريجا الاتهامات عليه خطيره، بانه وانا بحكم مستشار سابق في مجلس المدينه، وعارف الدور ديال سي بريجا من نهار بدات النظام ديال وحده المدينه لا على خير، والاتهامات راه خاصه. ولكن خاصك كان المفروض ان يكون واحد الرد حول هذه الاتهامات. دابا السيد فجر واحد القضيه والناس يتسالوا واش كاين شي بصح ولا ماشي بصح. لا، اول حاجه السيد رئيس ديال مقاطعه عين سبع قدم دعوه، داك السيد اللي شهر ماشي ما قدمش دعوه بالسيد اللي، حيت انا باتصالي مع السيد اللي قدم استقاله ماشي هو اللي تيدير التشهير. السيد قدم استقاله صيفطها للناس المعنيه بالامر، لا من السلطات المحليه لا من الحزب ديالنا، ولكن داك السيد اللي دار التشهير لقى الدعوه كاينه في القضاء ديالو على التشهير. وبالنسبه للامانه العامه للحزب، شنو كان الموقف ديالنا من هذا الشيء؟ اول حاجه الامانه ديال الحزب راه تقبلات برحب بانه باستقاله ديال سي هشام، وفوضات السي حسينيه بانه هو منسق بعد ما نديروا المؤتمر ان شاء الله ديالنا، المؤتمر الاقليمي اللي غيكون في الشهر القادم ان شاء الله ديال عين سبع. وبالنسبه اذا من هذا الموقف تيبان بان حزب الحركه الشعبيه والامانه العامه مع سي حسينيه. لا ماشي لا حسينيه، اول حاجه غنكونوا مع سي حسينيه، راه ما نفلطوش في رئيس مقاطعه ديالنا، المقاطعه الوحيده في الدار البيضاء اللي وسط هذا التحالف الغول اللي خدينا رئاسه ديال المقاطعه، بانه الحمد لله ما نفلطوش. وثانيا راه سي هشام جبري راه الاخ ديالنا ومناضل ديالنا وصديق ديالنا، والحزب واحد الاطار تنضمنا، وفي نفس الوقت تنبقاو خوت واخا تنتفارقوا معنا تنبقاو خوت. ولكن بالنسبه للحسينيه دابا هو اللي ما قدم استقاله ديالو، دابا هو المنسق الموقت بما دنا المؤتمر الاقليمي لعين سبع. هضرتي وصفتي التحالف الذي يسير مدينه الدار البيضاء حاليا بانه تحالف الغول، واش تتفق مع الراي؟ تكون تتفق مع الراي اللي تيقول بان هذا التحالف يعني داخل غير في صراعات اللي تدافع المصالح ديالو، هذا النائب العاشر هذا النائب الخامس، ولكن مصالح تاع البيضاويين باقي مأجله، باقي ما شافوش واحد النقطه ديال التحالف على مستوى مدينه الدار البيضاء. واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ انا بحكم تجربتي في المجالس السابقه، تحالفات ديال 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 المجالس المنتخبه بما فيهم مقاطعات ما خصش يكون تحالف، خصنا احنا الدور ديال المنتخب محلي هو سياسه القرب،
اذا مشيت ندير دابا التحالف ديال الحكومه مع التحالف ديال المجالس المنتخبه، والدليل بان التحالف ديال المجالس المنتخبه 90% غادي بشهاده الحزب ديال الاحرار بانه 90% فاشلين بما فيهم الرباط بما فيهم الدار البيضاء بما فيهم بالنسبه للتحالف يلا مرت الدوره يوم الخميس بانه كانت تقريبا فيها 120 نقطه وبانه قسمت على جوج بما فيهم هذه الدوره ديال الدوره ديال الميزانيه بامتياز. الناس ما تذكروش على الانتهاء، تذكروا على التفويض. وانا تنعرف الاخ بن كيلان غني على التعريف شفيق بن كيلان بانه بانه رئيس جهه ولايتين وتضربوا على نائب، مع العلم احنا بهذا الوقت ماشي محتاجين نائب ولا محتاجين اللي يخدم. احنا عندنا 9 ديال النواب كاينين دابا، اعطينا 9 نواب اختارونا الحصيله دابا. انا مثلا عندي نعطيك مثلا في المقاطعه ديال بمسك عندنا الرئيس مع 4 ديال النواب ولا 5 ما عطيهمش تفويضات، مع العين بان كل نائب تيطلع علينا ب 15 درهم 20 درهم بالتعويض ديالو كاين ديال السياق مثلا غادي تقول عندنا 5 ديال النواب كل نائب عنده التعويض ديالو زائد كلا ديال السياره زائد البنزين تيطلع لنا واحد 20 درهم 25 درهم في الشهر، وبانه ما عطيهمش تفويضات وبان الرئيس قاد بشغاله. انا ما عمرش عندي شي مواطن قال لي راه التشكيله الوثيقه دفعناها وما تسيناتش ولا بان المصالح معطله. اذا هاد المصاريف الزائده دابا احنا في الدار البيضاء نضربوا على نائب، محتاجينش نائب حتى نضربوا على المصادر ديال التمويل، على المشاكل ديال الدار البيضاء الحقيقيه نضربوا على. انا كاين 120 نقطه ولا واحد، انا كنت في الكواليس تنسمع بانه ولا واحد يتذكر على المشاكل ديال الدار البيضاء تنذكروا. دابا المجلس انت كما قلت يدير واحد 95 نقطه في جدول الاعمال ديالو، وعلما ان يعني المجلس واخا كتبقى شي سيارة مدينه الدار ماشي بقى شي سيارة، ولكن المشاريع الكبرى على مستوى مدينه الدار مكلفه بها الشركات التنميه المحليه. علاش هذا الحجم الكبير تاع النقاط اللي تتكون عاده مدرجه في جدول الاعمال تاع مدينه الدار؟ ماشي هذه اول مره ولكن تجارب كثيره في هذا الاطار. لا ملي بداوا الشركات ديال التنميه ملي بداوا الشركات الرئيس الفعلي ديال شركه التنميه هو رئيس المجلس، وهذه الشركه ديال التنميه مموله من طرف المجلس. اذا ما بقاوش نغولوا، هاد الناس تيسيروا دايرين بانه تيتبعوا المشاريع، الدور ديالهم تتبع ديال المشاريع. حنا شكون هما الدور ديالهم؟ ديال الشركات ديال التنميه، هادو هما تيديروا الدور ديالهم، ولكن المصادر ديال التمويل والافكار ديال المشاريع تطلع من المجالس المنتخبه. انا هذا المنتخب دابا راه هو خصو يجيب افكار، راه مش احنا اللي تجيب افكار دابا. حنا عندنا منتخب، عندنا دابا نقول عاوتاني استاذ سميح وقلتها، حنا ولا عندنا مستشار ديال كل رئيس. انا نعطيك دابا عندنا 16 رئيس مقاطعه في الدار البيضاء، عندنا 14 رئيس مقاطعه ما ساكنينش في المناطق ديالهم اللي تيترأسوها، عندنا 16 رئيس مقاطعه، عندنا 14 رئيس ديال المقاطعه ما تيتساكنينش في التراب ديال المقاطعه ديالهم. هذا النظام ديال مجلس المدينه عطى لهاد الفرص ديال اصحاب الشكاره تيمشيو يديروا واحد 5 ولا 6 ديال الناس عندهم ما عندهم ما يداروا عندهم شعبيه وتيتسخروا. انا بقول عندنا مستشار تنسمي تسخر بعد استسمح بعض المستشارين وسخر. انا ملي تلقى مستشار واقف قدام باب المقاطعه ويبوس مرا ويبوس هذا واش عندك لا واش عندك هذه، وتعرف اسرار ديال الناس، واحد الاسرار ديال الوثائق، واحد جا باغي يدير تعدد بلا خبر مرته، واحد باغي يبيع باغي يكتب لمرته، واحد باغي ولده باغي يكتب ليه، وتنجي انا ومستشار باك ليا قدام ديال باب المقاطعه يشوف الوثيقه ويشوف الاسرار ديال المستشار. هو خصو يجيب افكار، وراه المشرع كان واضح علاش دارت الشركه ديال التنميه. جيبوا الناس النخاب سيدنا شحال من غدا باغي النخاب، ما باغيش صحاب الشكاره وما باغيش الناس يتسخروا. جيب لي افكار وجيب المجالس اقترحها للمجلس وعطي الشركه ديال التنميه تدبرهم. ما استسمح بعض المرات تنكونوا بالكين في هذاك استسمح تقول باقي تقول انا مستشار جماعي استسمح. المراه ما كاين بعد مستشارين ما زعما رزاهم الله. بالنسبه لهذا التحالف انا في ما تيهضروا دابا التحالف كان نهار الاثار المعاصره تقول لك لا اجلوا هذه النقطه. حزب الاستقلال حتى هما كانوا باغيين يرشحوا ولينا تيقول لك لا تحالف بالزاد طيع ولا ما طيعش. حنا ما عندناش دابا حزب الاستقلال خرج واحد الموقف يعني انه تجددوا وتشبتوا بالتحالف الثلاثي، واش كان ضروري بز منهم؟ راه التحالفات ما تيتحكموش فيها المنتخبين، التحالفات تيتحكموا فيها المنسقين الجهويين وامناء ديال الاحزاب. راه السيد الامين العام ديال الاحرار قال لهم راه مشكل، وقع مشكل في الدار البيضاء وقع لي مشكل في الحكومه. دابا ولا هادشي مرتبط مع العين بان لا علاقه له
الاعضاء ديال الحكومه مع اعضاء ديال المجالس المنتخبه. راه هاد العضو ديال المجلس المنتخب راه تيدير سياسه القرب، تيشوف المناطق ديالها خاصه، يشوف انا اعطيني دابا هاد المجلس المدينه ما عموده شي نقطه ديال الدخول الراسي. ما بدا اللجنه ديال الدخول الراسي كانوا تدخل الاختصاصات ديالهم الاختصاص. لا 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 ندير اختصاص سي بوستا، عندنا اختصاص ديالنا، حنا شارك جميع القطاعات ما فيهم الامن. حنا دابا مجلس الجهه ومجلس المدينه تيمولوا الامن بالاليات، حتى حنا عندنا حق تنمولوا الامن المدارس. الا مشينا صلحنا واحد المؤسسه تعليميه الواجهه ديالها ولا صلحنا المرافق ديالها الصحيه، راه ما كاينش شي قانون تيمنعك. ولكن حنا ما عندناش، عندنا تمشيو عند مي فاطمه ومي خدوج ومول الديطاي ومول هذا، حيت عندنا شعبيه تمشي تخدم معاه باش غدا غدا يجي يصوت عليا. ما تنفكروش الافكار، يعني ديما تيكون هذاك الهاجس الانتخابات هو اللي تيتحكم اكثر من الهاجس السياسي. دابا حنا دابا انا تنذكر على بحكم الدار البيضاء، ولا عندنا تتسالي انتخابات اليوم تبدا الحمله، ومع العلم المشرع عطى الحمله الانتخابيه عطى فيها 15 يوم. حنا وليت عندنا السي كنا على حمله، لا سيدي تيجيب المشاريع وجيب المنطقه وجي من تجي الانتخابات اخرى، جيب هذيك الورقه اللي درت لك قول لهم ها البرنامج درت، ها التعليم كان عندي 45 تلميذ القسم هبط ل 35 قسم، ها نسبه النجاح ديال البكالوريا كانت عندي 35% وصلت ل 60%، ها مسائل ديال التشغيل خلقت فرص الشغل، بنيت اسواق نموذجيه وجدت مشاريع اللي هذاك، ها مسائل ديال الصحه كان عندي طام في السكانير وجدت في السكانير، وكان عندي رونديفو ديال 6 شهور هبطته لشهر. ها ماشي تقول لي ما عقلتش عليا. تقول هادشي انت كنت عضو في مجلس مدينه الدار البيضاء في فتره تاع السي سجيد، واش كنت تديروا هادشي؟ واش كان تيتحقق؟ كان هادشي وهاد المشاريع كلها دابا اللي كاينه كلها في عاد سجيد، كل هذا الترامواي الخط الثالث والرابع في عاد سجيد، هذا المسرح الكبير اللي قريب الافتتاح ديالو في عاد سجيد، هذا البيسواي دابا اللي غيتشن هاد الاسابيع القليله القادمه في عاد سجيد. اعطيني شي فكره، هادو كلهم في عاد سجيد. انا واخا كنت في المعارضه في عاد سجيد كنت السبعه الله تلقى سجيد في لي شونتي، السبعه الله ديال الصباح السبعه تلقاه في لي شونتي واقف. سي سجيد كان تيمشي يجيب لنا تيجيب لنا الاستثمار. كنت دير عليه بلوكاج وكنت واش ندمتوا على هذه المرحله؟ لا ما ندمناش، ندمنا هذاك البلوكاج كان في صحيح الدار البيضاء. كان ذاك البلوكاج سرح وموراه كان خطاب ديال سيدنا. وكان خطاب ديال سيدنا اللي هذاك خطاب سيدنا اللي جاب استثمارات كبيره للدار البيضاء. وهذه المشاريع كلها دابا اللي خدامه كلها باستثمارات ديال سيدنا. يعني بسبب البلوكاج. ما يمكن سيدنا باش في المكان ديال الدار البيضاء اللي المعز عنده في الدار البيضاء في البرلمان في البرلمان وذكرت الدار البيضاء، راه القيمه ديال المجالس المحليه. ها هو سيدنا في وسط البرلمان وذكر على المجالس المحليه وخصص حيز كبير على الدار البيضاء. الا هضرنا على بالمسيك وسباسه، انت بما انك يعني فاعل في هذه المنطقتين، البعض خلال بعد انتخابات تاع 8 شتنبر 2021 يعني استبشر خير خاصه على مستوى سباته، تيقول بان العمده تاع مدينه الدار البيضاء هي منتخب في سباته، الزوج ديالها اودر توفيق كامل هو رئيس المقاطعه، بان المقاطعه غتصرف واحد القفزه، ولكن الدليل هو ان دابا سباته بحال جامده. ورا قبل من تجاوبك هذا السؤال، راه قلت لك تقريبا 13 رئيس ديال المقاطعه ماشي ولاد المنطقه، ومنهم رئيس مقاطعه سباته، ومنهم عمده ديال سباته، هادو لا علاقه لهم لا بالساكنه ديالهم لا بالعمل ديالهم، ما كاين ما ساكنين تما عندنا، ما تيخدموا عندنا، ما تينعسوا عندنا. اللي تيحس برئيس مقاطعه هو تينعس تما، هو تيحس بانه تيعرف المشاكل ديالها. مشاكل ديالها راه الدار بمسيك وسباته ديال 10 الصباح هي ماشي ديال 10 الليل. الناس راه تقريبا انا في الزنزال كان ملي وقع هذاك الزنزال خرجت كاين الناس كاينين الناس اللي ساكنين متكيين عليا وكشي وما عرفتهمش، ولكن الدار اللي هز عندنا 50 40 عائله راه بمسيك، عندنا كتبه سكانيه وما عندناش المرافق ولا فين غيشتغلوا. سي عزيز مؤمن، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج كازا سيتي.